قشع غبار تمرد شركة فاغنر الروسية، لكن التفسيرات والمبررات حول الدوافع لا زالت تتوالى. التلفزيون الرسمي الروسي ذكر أن المال هو السبب الحقيقي وراء انحراف بوصلة إيفغيني بريغوجين عن الطريق المستقيم، وخاصة بعدما تلقى مليارات من المال العام. وأعلن صراحة ديمتري كيسيليوف الذي يوصف بأنه أحد الأصوات الرئيسية لدى آلة الإعلام في الكريملين أن بريغوجين فقد وجهته الصحيحة بسبب المبالغ الضخمة من المال. وأضاف كيسيليوف الذي يوصف غالباً بأنه لسان حال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الشعور أن كل شيء متاح ظهر منذ فترة طويلة عند بدء عملية فاغنر في سوريا وإفريقيا. وتابع أن هذا الاعتقاد تعزز لدى بريغوجين بعد أن استولى على مدينتي سوليدير وباخموت في أوكرانيا، موضحا أنه تصور أن بإمكانه الوقوف في وجه وزارة الدفاع الروسية والدولة والرئيس شخصيا. وأرجع مقدم التلفزيون الشهير جنون العظمة لدى بريغوجين إلى أنه تلقى 858 مليار روبل، أي نحو 9 مليارات يورو من المال العام، وذلك دون تقديم أدلة على كلامه. وكشف أن أحد العوامل الرئيسية في تمرد مجموعة فاغنر هو رفض وزارة الدفاع الروسية تمديد العقود الكبيرة الموقعة مع مجموعة كونكورد للمطاعم التي يملكها بريغوجين. ورفض الإعلامي الروسي فكرة أن مقاتلي فاغنر هم الأكثر فاعلية في القوات الروسية، مؤكدا أن الأمر استغرقهم 225 يوماً للسيطرة على باخموت مقابل 70 يوماً استغرقها الجيش الروسي من أجل السيطرة على مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا.